مساء الخير جميعا، نرحب بكم في مجلس السيد حسن الحليبي في ندوة بعنوان البحريني أولا بين الطموح والواقع. قبل حوالي 10 سنوات وأكثر بشرنا بمشروع إصلاح سوق العمل. كانت هناك دراسة ماكنزي وكان يطرح جعل البحريني الخيار الأول من خلال عدة مبادرات. طرحت مبادرة البحرنة، هيئة تنظيم سوق العمل، تمكين مشروع توظيف العاطلين وغيرها من المشاريع، ولكن يعني في تقييمنا الآن بعد مرور أكثر من 10 سنوات كانت النتيجة عكسية. فواقعا انخفضت نسبة البحرنة أو انخفضت نسبة البحرينيين في سوق العمل، وألغيت بشكل تام البحرنة، وبقي البحريني الخيار الأخير في سوق العمل. نستضيف اليوم شخصيتين من القائمين على مبادرة البحريني أولا التي تحتضنها جمعية الاجتماعيين البحرينية، والتي تهدف أن يكون البحريني الخيار الأول والأفضل في التوظيف والتدريب. ليحدثونا عن المبادرة وهم الأستاذ محمد حسن العرادي والأستاذ باسم حسن المحميد. نبدأ مع الأستاذ باسم، فليتفضل. عليكم السلام. تفضل. عليكم السلام. السلام عليكم. أسعد الله مساكم. وكل عام وأنتم بخير. في البدء نقدم شكرنا لأصحاب المجلس لإتاحة الفرصة في المجيء لهذا المكان وتقديم أو التعريف بالمبادرة الوطنية الشعبية، ولعله يعني مجال لأن نوصل الفكرة بالضبط ما هي المبادرة وما هي أهدافها وماذا نرمي إليه. قد تكون مختلفة عن البرامج اللي ذكرها السيد المقدم قبل قليل. هي حقيقة انطلقت من فكرة ناس شعبيين بحرينيين نظرا لتكاثر أعداد الأجانب واحتلالهم كثير من الوظائف على الأقل على المستوى القطاع الخاص. وبالتالي يعني أعتقد أنتم مو غريبين على الأمور اللي موجودة هنا، سببوا لنا الزحمة وسببوا لنا ضيق، وصاروا يهددون مستقبل أبنائنا إحنا ذوي الأحقية في هذا الوطن. إضافة إلى تناومي اللوبيات، طبعا من خلال حصرنا إحنا خلال الأشهر الماضية اتضح لنا أن في كثير من اللوبيات موجودة في الشركات الكبيرة اللي كان يشتغل فيها آبائنا وأجدادنا، وامتدادا الى المؤسسات الخاصه اللي تخص كثير من تجار البحرين الكبار، وانتم يعني الامور مو غريبه عليكم وشايفينها ومعاينينها. لذلك كان انطلاق المبادره، والتي طبعا اشاد كثير من المسؤولين عن اهميته في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتؤكد الاهتمام الكبير في تمكين القياده للمواطن البحريني. المبادرة حقيقة قامت على أكتاف مبادرة شعبية قامت على أكتاف مجموعة من أبناء البحرين، لا تتبنى أي قواعد طائفية أو عنصرية أو عرقية. بالنسبة لواقع سوء
واقع حالة السوق حسب ما مسحناها وسجلنا بعض الملاحظات عليها. لا شك أن أهمية توطين الوظائف لها انعكاسات إيجابية كثيرة على الاقتصاد، وهذه ذكروها كثير من الاقتصاديين، نظرا طبعا لتمكين البحرين من فتح بيوت للاستقرار فيها، ولها أهمية كبيرة في توطين الموارد المالية عندنا احنا هنا في البحرين. ويمكن تطلع بين فترة وأخرى كثير من الاقتصاديين الذين ينذرون بهجرة أموال كثيرة تهاجر سنويا وتقدر بمئات الملايين إن لم تكن بالمليارات. السوق القطاع العام طبعا أعتقد أن الدولة مع وجود عوائق وصعوبات كثيرة في الاقتصاد وانخفاض مواردها المالية، هي أصلا ليس بإمكانها التوظيف أكثر من 30 إلى 40% من قوات العمل الموجودة. لذا فالأمور كلها تترك على سوق القطاع الخاص. ولا شك أن احنا عندنا طبعا كثير من الشركات الوطنية الكبرى اللي قامت على أكتاف آبائنا وأجدادنا واشتغلوا حقيقة في ظروف قاسية في البر وفي وظائف مختلفة، نراها يعني خلال سنوات بسيطة تغيرت، و يعني تم إحلال الأجانب مكانهم لأسباب كثيرة. يمكن في فترة من الفترات كان يفضل الأجنبي ربما لرخص تكاليف جلب الأجنبي إلى البحرين وتوظيفه، ربما لقلة راتبه. ولاحظنا خلال السنوات هذه اللي مضت تقريبا 20 سنة الماضية، وجدنا أن الأجانب اكتسحوا كل الوظائف اللي كانت موجودة وكان يعني اشتغل فيها آبائنا وأجدادنا فيها. لذلك نحن من خلال هذه المبادرة نحاول، وإن يعني تمكننا من خلال رفع التوصيات إلى الجهات المعنية حتى لتغيير بعض المفاهيم والقوانين والإجراءات في مصلحة توطين الوظائف هذه لإعادة الهيبة والتمكين للمواطن في شغل الوظائف. وهذه شيء من حقه بحكم أنه يعني أنت تتكلم عن وطن ولا أحقية فيه، مثل ما كل البلدين تشجع على توطين الوظائف هذه المهمة. هذا حسب إحصائيات الوزارة يتكلمون لأول مرة بلغ كم الوظائف اللي موجود 780 أو أكثر من 780,000 وظيفة يشغلها بحريني وأجنبي في القطاعات المختلفة. لذلك في هناك برامج كثيرة صارت بعض الجهات تتسابق عليها في تحفيز القطاع الخاص للاستغلال البحريني وتوظيفه بدل من ازدياد العدد الأجانب. في نفس الوقت طبعا استشرافا للمستقبل، هناك جامعات تخرج في البحرين وخارج البحرين تخرج كثير من الطلبة، يعني ولا شك ان الطالب دائما يكون عنده طموح وشغف في شغل وظيفة في بلده، يعني مو من السهولة ان الواحد يتغرب. لذلك هذه الامور كلها يعني ماخذينها في الاعتبار بحيث ان يكون لنا دور في توجيه الجهات الرسمية في التعاطي مع هذه المبادرة لترجيح كفة البحريني. لا شك طبعا معظم الأوقات تسمع عن المسؤولين الكبار في الوزارة في الشركات الكبرى بدون ذكر أسماء، دائما
تتكلم عن تمكين المرأة وتمكين البحريني وإحلال البحريني وتدريب البحريني، يعني برغم وجود برامج كثيرة في هذه الشركات إلا أن يعني مع الأسف الشديد في بعض الشركات منها تلتف على يعني على القوانين هذه كلها. في عندنا احنا الحين يعني سادت قبل سنوات قليلة المقاولين المان باور ريسورسز، يعني هو يجيب عمال ويشغلهم ان كان في شركات باكو او البا او غيره. ف هذه الامور تعطي الجهة الخاصة هذه او الشركة بانه هو التزم بالبحرنة ونسبة البحرنة ما تتعدت ارقام كبيرة تصل حتى الى 90%، ولكن في واقع الامر هو يستخدم من جهات اخرى، يستخدم القوة العاملة هذه اللي ما تدخل في أرقامه هو، وبالتالي يعني في طريقة للتهرب من يعني التزامه أمام توظيف البحرينيين. كل هذه الأمور طبعا احنا من خلال المنتدى اللي سويناه الشهر اللي فات خرجنا توصيات، التقرير موجود طبعا عندي هنا، خرجنا توصيات ومن ضمن التوصيات هذه هي انشاء بنك للمعلومات وبناء قاعده معلومات واقعيه اللي من خلالها احنا نستطيع ان نسجل التحولات اللي تحدث في سوق العمل وطريقه دعم البحريني في إحلاله للوظائف البنشول، الوظائف اللي يعني طبعا في وظائف لا شك ان البحرين لا ينظر لها، المقاولات الصغيره، في يعني طبيعه الشركه، اصول الشركه، حجم الشركه، هذه كلها تكون افضليه عند البحريني هو لما يختار العمل. الشيء اللي كنا غافلين عنه طبعا الفترة اللي راحت، او ان البرامج اللي اتيحت للوزارة واللي ما تمكنت من خلالها في ان تخلق تغيير نوعي، هو التدريب المستمر للفرد او العامل البحريني. طبعا من خلال خبراء التدريب اللي تطرقوا في المنتدى وأهميته، يعني يمكن البحرين في فترة من الفترات ذكروا إنه هو أكثر شعب حصل على مؤهلات عالية، ماجستير ودكتوراه، ولكن أنا لا أعني بالمؤهلات هذه بقدر ما يهمنا التدريب المستمر للبحريني نفسه، خاصة لما يكون يشغل يعني الوظائف العملية في الشركات الكبرى والبنوك. لابد أن يكون يعني محدث، خبرته تكون محدثة، تقييم للشهادات التدريب هذه يمكن تكون عندنا مصادر تقيم شهادات الطب والهندسة لكن لا توجد على التخصصات الباقية في العملية أكثرها. فهناك طبعا في أحد الأخوة الخبراء في مجال Human Resources كان ذكر تجربة سنغافورية اللي طلع عليها أخوة. تجربة سنغافورة رائدة في هذا المجال، يقول أن الحكومة تفرض على كل موظف 100 ساعة تدريب سنويا، يعني لو افترضنا الإنسان يشتغل 1800 وزود ساعة في السنة، 100 بتكون منها لتحديث معلوماته ومواكبته للتطورات العصرية في مجال عمله. حقيقة هي هذه المعلومات اللي حبيت يعني أضعها أمامكم، وأرحب بأي أسئلة في هذا المجال. وأختم بالمبادرة البحريني أولا، هي وجدت لجسر الفجوة بين احتياجات سوق العمل
والباحثين عن عمل والجهات التي تهتم بتقديم المساعدات والبرامج التحفيزية. هذا، وأشكر أصدقائكم وتحياتي. شكراً.